في زيارة مفاجئة، الرئيس السيسي يتناول الإفطار مع ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر ويطمئن على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل المكثف في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الغذائي. واشنطن تقيم المخاطر على أمنها القومي عقب تسريب وثائق ومستندات سرية. السادسة صباحا في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة جديدة، أهلا بكم. قام الرئيس السيسي بزيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر أول في موعد أذان المغرب، حيث قام بالاطمئنان على سير العمل وعلى جودة الخدمات المقدمة والحديث مع الضباط والأفراد والمواطنين. كما تعرف الرئيس السيسي على أحدث النظم الألكترونية التي يتم استخدامها، وخاصة نظام العرض الألكتروني على النيابة العامة من داخل القسم. كما تناول الرئيس السيسي وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد، ووجه لهم التحية على ما يبذلونه من جهد في سبيل الوطن. النقيب محمد علي توفيق افندم، ضابط تامين الاسم والمسؤول عن تامين الاسم افندم من الخارج. حضرتك طيب يا فندم؟ تمام يا فندم. نقيب الاء حامد يا فندم، رئيس وحده حقوق الانسان بديوان الاسم. انا دوري ان انا بستقبل وبرصد الحالات الانسانيه المتردده على الاسم من كبار السن وذوي الهمم، وبيتم تقديم المساعده اللازمه ليهم لتسهيل الاجراءات الخاصه بيهم اثناء تواجدهم بالاسم. وبيتم يا فندم فحص شكاوى المواطنين الوارده التي ترد للاسم من خلال المواقع الالكترونيه لوزاره الداخليه او البريد الالكتروني او عن طريق منظومه الشكاوى الموحده لرئيسه مجلس الوزراء. بيتم فحص الشكوى واتخاذ الاجراء القانوني اللازم لازاله اسبابها. احنا بنتعلم ناخد دورات تأهيلات، هل احنا خدنا من دورات تتعلق بالقدره على العمل النفسي مع اولا مع الحالات النفسيه ومع الناس بصفه عامه؟ تمام يا فندم. الوزاره طبعا بتقوم بعمل دورات تدريبيه للضباط لكيفيه التعامل مع كافه الحالات، سواء المرضى النفسيين، سواء ذوي الهمم، جميع المواطنين. طيب بتحكي لي على حالتين ثلاثه كده لفتوا نظري، وانت عملتي معاهم ايه؟ لو كان موجود يعني حاجه. تمام. بالنسبه لبلاغات الحالات الانسانيه، كان في حالتين انسانيه لسيده مسنه، هي من مدينه اسوان بس هي بتقيم بمحافظه القاهره بمدينه نصر اول بشارع الشعراوي، هي بتقيم لوحدها بمفردها، طلبت النجده وبلغت ان هي عندها حاله مرضيه وان هي غير قادره على استلام المعاش الخاص بيها. تم فورا الاتجاه لمحل البلاغ مع ضابط الدوريه وتم مساعدتها في قبض المعاش الخاص بيها. كل يوم بنتعامل مع ناس مخالفه، يعني فالامر لو احنا اتعاملنا مع المخالفه على ان هي حاله ما هي ما تفاعلتش معاها كانسان واتنرفزت او انفعلت، حاضر اتعامل اتصور يعني. لكن لو اتعاملت معاها على ان انا فعل قدامي ورد فعل مني انا، ممكن ان يحصل تجاوز، وده امر احنا محتاجين ان هو ما يبقاش موجود عندنا. بالتالي لما بقول اكيد السلوك اللي مش كويس مزعج، السلوك اللي مش كويس اي سلوك يعني مش كويس مزعج، ولكن فرق ان انا بعتبره حاله انا بعالجها، فرق ان انا اتفاعل معاها. الخبره العمليه اللي هتاخديها، القدره على انك انت تتكلمي في مقترحات للسيد المأمور او حتى للجهات العليا هتبقى اكثر دقه، مش دقه، اكثر اتساع. طيب انا هسالك سؤال، بتكتبي مذكرات يوميه عن اللي بيقابلك؟ لو ما بتعمليش كده اعملي كده يا سيادتك، اعملي كده. ها؟ اعملي كده من بعض. لا لا يعني لو قابلت كذا ومن لحظاتك عليها بعد سنه
اعتقد ان الفكره بتاعتي دي مليانه حاجات رائعه جدا جدا وهتديكي فرصه انك انت يعني يبقى ليكي انسان كويس. مش عايزه حاجه؟ كل سنه وانت طيب يا هلال. كل سنه وانت طيب. سيادتك الرائد محمد النيل رئيس وحده الطاقه. اتفضل يا محمد. سيادتك انا المختص عن عرض النزلاء على النيابات والمحاكم المختصه والمسؤول عن صرف الوجبات المقرره الوجبات الغذائيه المقرره لهم بالاضافه لسيادتك التنسيق والربط مع النيابات في تنفيذ قراراتها على المدار اليومي وعلى مدار الساعه. تمام يا فندم. ايوه الوجبات بقى ممكن اشوفها ولا تمام يا فندم ولا خلاص وزعتوها؟ لا يا فندم تمام يا فندم. هنشوف الوجبات. ايه تاني؟ سيادتك والمباشرة أعمال النضجية بفحص بلاغات المواطنين وتوزيعها بالعرض على السيد رئيس الاتحاد. طبعا هنا تعتبر الأنشطة المتعبة مش كتير ولا إيه؟ تمام يا فندم. مش كده؟ تمام. مش طبعا كل مكان بيبقى ليه ظروف وتبقى تمام يا فندم. هنا الحتة التانية. تمام يا فندم. أنا 25 سنة خدمة يا فندم. الأمين ياسر النجم يا فندم قوة الاسم. أيوة تعليمات يا فندم. تعليمات إيه يا ياسر؟ أنا عايز أسمع منك. خمسة وعشرين سنة خدمة. طيب. سلام. 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 أيضا سيادتك مكلف بتوجيه رؤساء الدوريات بالانتقال الفوري لفحص البلاغات الواردة عن طريق غرفة عمليات النجدة. إنما بالنسبة للتجديد النزلاء نفطر يا فندم. نفطر يا فندم. نفطر يا فندم. كل الناس ده؟ هاتوا لي كل الناس لو سمحتوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انت كنت عايز تقول لي حاجه؟ لا والله مبسوط جدا. وانا مبسوط. وصور مع حضرتك بعد ما اتصور بعد كده. هنتصور؟ ايه تاني؟ لا اي حاجه والله. احكي لي بقى حكايتك. كان الله يحفظك والله. اللهم امين. انا دكتور صيدلي. كويس. جاي العربيه بتاعتي الاطار بتاعها نزلت لقيته مكسور جاله سرطان نزل قدام. فقلت اعدي اعمل محضر قبل ما اروح الصبح عشان اوديها تتصلح عشان ازاز باص خالص يعني. دي عربيه خاصه بيك. صديقي انت عايز تعمل محضر ليه؟ عشان شركة تأمين، نعمل عليها شركة تأمين فلازم بإجراءات ورقية يعني. فاهم. روتين يعني. فعامل كده كنت عارف كده كنت انا وجيت عشان اقابل حضرتك. اهلا وسهلا. سعداء بتشريف سعادتك. شكرا. كل سنة وسيادتك طيبين. ربنا يعينك يا ريس. الله ربنا يعينك على الخير. يعني على الخير طبعا. انت نفسك فين بقى؟ نفسي ادي رسالتي على قد ما انا اشرف البلد واشرف اهلي. تمام. ده ليش؟ إيه؟ الحمد لله فندم انا كنت مدرسه فرنساوي وكان فرنساوي كويس والحمد لله شرفت ان انا اصبح بمنحه تبع الوزاره لدوله فرنسا السنه اللي فاتت ان انا كنت اتوالي مع اللغه الفرنسيه وكان كل هدفي ان انا غير ان انا اخد المنحه اخد الشهاده ان انا اشرف البلد بره انا ده مصر اخلاقه والسلوك والكلام ده كله نظام في المواعيد والانضباط عامة. يعني انا نسيت ان انا رايح بعمر انا رايح طالب كلية الشرطة المصرية. انا كل خطوة وكل كلمة وكل حاجة بعملها مسؤول عنها. فكنت بركز في الموضوع ده. الحمد لله طلعت من الاول هناك. ما تبقاش عارف. مصر. انت عندك وقت فاضي قد ايه في اليوم هنا؟ سيادتك فندم هو انا بشتغل في الطبيعي 8 ساعات رسمي حتى لو اقتضى الامر اكثر من ذلك يعني اشتغل. في شغل سيادتك بتكمل يعني في شغل يقعد سيادتك احنا في شغل يقعد يعني سيادتك هو
وسيادتك زي ما سيادتك عمرت قبل كده ان احنا بالذات الشباب الصغير ده احنا بنحاول ننقله تدريجيا. ما ينفعش طبعا يخش على معطيات الحياه الوظيفيه مره واحده، ما يقدرش. ولكن هو الثمان ساعات ده بيبقى الاساسي بتاعه، ولكن احنا ممكن يبقى في ساعتين او ثلاثه زياده لو حاله العمل تطلبت ذلك. طبعا سيادتك عارف المعموله، وسيادتك ما بيروحوش سيادتك ده طبعا. هو البيت ليه حق وصحتك ليها حق وحياتك ليها حق، بس يعني بس البلد ليها حق اكتر. صحيح. واحنا مش قدها، واحنا فندم قدها سيادتك، وبنوعد سيادتك وبنطمن سيادتك على الحاله العامه ان شاء الله. حاله الامن ان شاء الله تبقى حاله ان شاء الله تزايد واطمئنان بالنسبه لجميع الناس. الناس تبقى حاسه فعلا ان الامن ليه يعني عودته قويه، وانه بيحقق التوجيهات بتاعت سيادتك وتوجيهات الوزاره بتاعتنا. واحنا بنطمن سيادتك يعني بحاله الامن بصفه عامه، ومدينه نصر ان شاء الله، ومدينه نصر الاول بصفه خاصه ان شاء الله. استمر يا فندم، وحضرتك قدوه لينا، واحنا باذن الله هننتهج نفس النهج. احنا ممكن زي ما سيادتك قلت ساعات العمل والضغط بتخلينا ننسى ان احنا نهتم بصحتنا. طبيعه المشاغل من 8 الصبح لحد اوقات متاخره من الليل بننسى الجانب ده. فاحنا باذن الله بفضل الله وسيادتك قدوه لينا هنحاول نستقطع اي وقت حتى لو نص ساعه في الليل الواحد ممكن يتريض فيها ويمارس اي رياضه. انت لو مشيت من المكتب للمكتب لغاية البوابة دي تبص على الولاد وتطمن عليهم 10 مرات في اليوم، 50 متر في 10 50 كيلو، لو كان ده خليك ماشي في طريقك اللي انت ماشي فيه، انت ماشي الصح. احنا شايفين ان ده حاجة 100 وتمام، واللي بنشوفه في البلد ده التطورات والكباري اللي وفرت علينا المشاوير ووفرت علينا الوقت بتاعنا وكل حاجة والامان اللي احنا ماشيين فيه. انا هقول لك على حاجة، اوعى تتصور ان اللي اتعمل اللي هو الشارع والكوبري ده خطير جدا جدا. صحيح انت ده اللي بتحتك بيه طبعا، ده اللي انت ايه بتحتك بيه، وبالتالي كتير مننا لما ادرش مع حد يقول لك ايه يعني يقول لي الطرق والكباري يعني، لا مش مقصودش كده، لا يعني ما تقولهاش، لا لا مقصودش، لا لا مقصودش، انا بقولها من باب ان احنا النور اللي احنا فيه ده لا يقل انجازه عن الطريق والكوبري. ليه؟ يعني كان عندنا 25,000 ميجا، بقى عندنا تقريبا 50,000 ميجا، يعني ضعف اللي انت عملته في طوال السنين اللي فاتت. لما احتجت تعمل تاني عشان تخلي الناس تعيش، وعشان نخلي في استثمار، وعشان نحل المسألة، ضعفنا الكمية واكتر من الكمية واكتر من الكمية، وبقى عندنا بعد كل الاستخدامات دي في عز الحر عندنا 20% زيادة عن الطاقة موفرينها للطوارئ. فتنصحيني بإيه؟ بنصح حضرتك إن أنت برضه تاخد بالك من صحتك، وكمل حضرتك في اللي أنت ماشي فيه، إن إحنا ورا حضرتك وهنقتدي بيك. وبشكر حضرتك طبعاً إن أنت اديتنا فرصة كبيرة السيدات إن هم يدخلوا كلية الشرطة بأعداد كبيرة السنة دي. حضرتك اديت فرصة لطلبات كلية الحقوق ان هم يخشوا بأعداد اكبر من اي سنة، فدي فرصة كبيرة قوي لينا ان احنا نشارك بالمجتمع ونأدي دورنا، ونحاول ان احنا نكون على قد المسؤولية في الوظيفة اللي احنا فيها بإذن الله ان شاء الله. وده تنصحني بيه العفو يا فندم. طبعا عفو ليه؟ احنا بنتعلم من سيادتك. لا لا بنتعلم من سيادتك، وفعلا شرف لينا تشريف سيادتك لينا، وده ده تاج فوق دماغنا والله. كتر خير وسيادتك. احنا مبسوطين لكل الانجازات اللي سيادتك قمت بيها، وده باين جدا يا فندم في كل حاجه. وما نسمعش سيادتك لاي معوقات تعيق المسيره بتاع سيادتك. ف ده اللي انا عايز اقوله للمعاليك بس سيادتك كده، احنا سيادتك ماشي في الطريق الصحيح. كل سنه وانتم طيبين. انا سعدت بيكم ده. احنا Thank you.
هذا وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته بزيارته لقسم أول مدينة نصر، وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال الرئيس السيسي أنه يشعر بفخر واعتزاز بما رآه من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم، ووجه الرئيس السيسي تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن. وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل المكثف في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي، والتي تتعاظم أهميتها حاليا في ضوء التحديات العالمية الجسيمة التي طرأت خلال الأعوام الماضية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والري ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث وجه كذلك بحشد جميع القدرات والخبرات لتعزيز عوامل نجاح تلك المشروعات من خلال الدراسات العلمية الدقيقة والتخطيط الشامل، مع مواصلة الحرص في هذا الصدد على الاستخدام الرشيد للموارد المائية وتعظيم الاستفادة من إنتاجية وحدة المياه. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة تطورات المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع على الجهود المشتركة لمختلف جهات الاختصاص فيما يتعلق بمشروعات التوسع الأفقي والرأسي لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية في مصر، ومن بينها المشروعات في مناطق شرق العوينات وتوشكا وسيناء والصعيد والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى التوسعات المستقبلية في هذا الصدد. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل المكثف في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي التي تتعاظم أهميتها حالياً في ضوء التحديات العالمية الجسيمة التي طرأت خلال الأعوام الماضية، موجهاً في هذا الإطار بحشد جميع القدرات والخبرات لتعزيز عوامل نجاح تلك المشروعات من خلال الدراسات العلمية الدقيقة والتخطيط الشامل، مع مواصلة الحرص في هذا الصدد على الاستخدام الرشيد للموارد المائية وتعظيم الاستفادة من إنتاجية وحدة المياه. اجتمع ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بعدد من قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة لنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصرية، وعرض المجتمعون من ممثلي حركة حقوق الإنسان رؤيتهم للقضايا المطروحة على جلسات اللجنة المختصة بالحوار الوطني وشواغل المجتمع الحقوقي المصري سواء العامة أو المتعلقة ببعض أفراد وجمعيات في هذا المجتمع، والتي ترتبت عليها بعض الإجراءات، عارضين تصوراتهم التي تتيح للمجتمع الحقوقي والمنتمين إليه مزيدا من حرية العمل والتحرك. ومن المنتظر أن يستكمل المنسق العام اجتماعاته مع ممثلي بعض المؤسسات الحقوقية التي لم يتم التمكن من دعوتها لحضور هذا الاجتماع، وذلك خلال الأيام القادمة. تعاون وثيق شهدته العلاقات بين مصر والسودان في كل المجالات، ذلك التعاون لم يكن وليد اللحظة ولكنه جاء من الروابط الممتدة بين البلدين اللذين يجمعهما بالتأكيد الجوار الجغرافي والتاريخ المشترك. علاقات تاريخية وأزلية تربط مصر والسودان، مع تأكيد من القاهرة
على وحدة المصير وتكامل الملفات مع الخرطوم. مصر دشنت مرحلة جديدة من علاقاتها مع السودان عكسها حجم الزيارات المتبادلة بين الجانبين على المستويات الرسمية والشعبية، والتنسيق في كل المجالات، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة لتحقيق التكامل ودعم خيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده. ونظراً لوقوع السودان ضمن الدائرتين العربية والإفريقية للسياسة الخارجية المصرية، أولت مصر عقب ثورة 30 يونيو من عام 2013 أهمية بالغة لعلاقتها مع الخرطوم ضمن إعادة تحديد وصياغة الدوائر وتوجهات سياستها الخارجية، بما يتلائم مع المحددات والتحديات الجديدة التي رتبتها التحولات العالمية والإقليمية خلال الفترة الماضية. وخلال القمم الثنائية التي جمعت بين قيادتي البلدين، كان التأكيد دائماً على علاقات الأخوة الأزلية والروابط المشتركة ووحدة المصير التي تجمع بين شعبي وادي النيل، وإدراكهما لأهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأهمية تعزيز وترسيخ علاقات الأخوة. كما سعى قادة البلدين إلى تعظيم مساحات التعاون المشترك بما يرتقي إلى طموحات الشعبين الشقيقين ويتسق مع ما يجمعهما من تاريخ وعلاقات وطيدة اجتماعية وثقافية وأيضاً سياسية وأمنية واقتصادية. تتميز العلاقة بين مصر والسودان بالارتباط والجوار الجغرافي والتاريخ المشترك، ومن ثم المصالح المشتركة أيضاً، كما يوجد بين البلدين العديد من مجالات التعاون المشترك. المزيد مشاهدينا الكرام في العرض التالي. ويحظى التعاون الاقتصادي باهتمام كبير من الجانبين المصري والسوداني، وشهد خلال الفترة الماضية تطورا كبيرا. المزيد في سياق التقرير التالي. وتتسم العلاقات بين مصر والسودان بالتنوع وتعدد الملفات المشتركة، حيث تأسست على ثوابت الجغرافيا ووقائع التاريخ وأيضا الروابط الثقافية والوشائج الاجتماعية. المزيد مشاهدينا الكرام في العرض التالي، والزميلة دانا مدحت. أهلا بكم. تاريخ مشترك منذ أقدم الأزمنة عاشته مصر والسودان وحتى العصر الحالي،
وصفت ما هو العلاقات المصرية السودانية بأنها أزلية، وهو ما أوجد قدرا كبيرا من الامتزاج ما بين الشعبين الشقيقين. على المستوى السياسي تتسم العلاقات ما بين مصر والسودان بالتنوع وتعدد الملفات المشتركة، إذ تتأسس تلك العلاقات على ثوابت الجغرافيا ووقائع التاريخ والروابط الثقافية والاجتماعية. في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت العلاقات المصرية السودانية تطورات إيجابية ونقلة نوعية على مختلف المستويات، حيث تم تصعيد قمة اللجنة العليا المشتركة إلى المستوى الرئاسي، والتي عقدت أولى دوراتها في عام 2016 بالقاهرة، تعبيراً عما يربط الشعبين من مصير مشترك. كما حظي السودان بأولوية على أجندة السيد الرئيس السيسي الخارجية، وهو ما جسده حرص السيد الرئيس أن تكون أول جولة خارجية له عقب إعادة انتخابه لولاية ثانية، كما كانت السودان ضمن أول جولة خارجية في ولايتها الأولى، إلى جانب زيارات رئاسية متبادلة على فترات متقاربة. وخلال القمم الثنائية التي جمعت ما بين قيادتي البلدين، كان التأكيد دائما على علاقات الأخوة الأزلية وعلى الروابط المشتركة التي تجمع شعبي وادي النيل، وإدراكهما لأهمية الشراكة الاستراتيجية ما بين البلدين. وفي إطار الدعم المصري للسودان، شارك السيد الرئيس السيسي في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان في 16 من مايو لعام 2021، حيث أكد أن مشاركة مصر في المؤتمر تأتي انطلاقا من اقتناع راسخ بأن أمن واستقرار السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة. على الصعيد الاقتصادي، وفي إطار تنفيذ وثيقة الشراكة الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها ما بين البلدين في 2016، يعمل البلدان على اتخاذ كافة الخطوات لتفعيل المشروعات الاستراتيجية الكبرى والتي تم الاتفاق عليها ما بين البلدين، بما فيها مشروعات الربط الكهربائي وخطوط السكك الحديدية. سجل التبادل التجاري ما بين مصر والسودان ارتفاعا كبيرا بنهاية عام 2021، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو مليار و165 مليون دولار، مقارنة بنحو 725 مليون دولار في عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 60% وبفارق 440 مليون دولار. بشأن التعاون العسكري والتعاون الأمني، يعد السودان عمقا استراتيجيا لمصر من حدودها الجنوبية، ففي مايو لعام 2021 انطلق المشروع التدريبي المصري السوداني المشترك حماة النيل واحد بمشاركة عناصر من كافة التخصصات في الجيشين المصري والسوداني، حيث جاءت مناورة حماة النيل واحد امتدادا للتعاون التدريبي المشترك ما بين البلدين، وقد سبقتها نسور النيل واحد واثنين. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا للعلاقات المصرية السودانية، تلك العلاقات الأخوية الدائمة والتي ترتكز إلى التاريخ وحسن الجوار ما بين شعبي وادي النيل. أشكر لكم طيب المتابعة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها تعمل على تقييم صحة المستندات والوثائق المسربة ومخاطر تلك التسريبات على أمنها القومي. يأتي ذلك بينما يبذل مسؤولون أمريكيون جهودا حثيثة لتحديد مصدر تسريب وثائق عسكرية ومخابراتية شديدة السرية انتشرت على الإنترنت، وتضمنت تفاصيل منها ما يتعلق بالدفاعات الجوية الأوكرانية. ونصل لختام جولة السادسة، لم يتبقى سوى التذكير بأبرز العناوين. في زيارة مفاجئة، الرئيس السيسي يتناول الإفطار مع ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر ويطمئن على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل المكثف في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الغذائي.
وواشنطن تقيم المخاطر على أمنها القومي عقب تسريب وثائق ومستندات سرية. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا للمتابعة، وكنت بصحبتكم في هذه الجولة الإخبارية. أنا رغدة بكر، إلى اللقاء.